النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مساء اليوم بباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، استعرضوا عدد من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم كرة القدم الافريقية لا سيما في ظل ما تشهده من تطورات ملحوظ خلال الاونه الاخيره. حضر اللقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وفيريون اومبا سكرتير عام الكاف، وده كان الاجتماع. ما حدث في الاجتماع ده؟ ما هي تفاصيل هذا الاجتماع؟ معانا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. يا فندم مشرف ومنور. مساء الخير يا استاذ كريم. اهلا بحضرتك يا فندم. لو تسمح تقول لنا تفاصيل ما حدث اليوم، لماذا هذا الاجتماع وما جاء فيه؟ حقيقه طبعا اجتماع في غايه الاهميه، سواء من ناحيه الموضوعات الكتير اللي تم مناقشتها مع دوله رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور اشرف صبحي وفيرون سكرتير عام للاتحاد الافريقي. فتم مناقشه كده سريعا يعني المقر الجديد الخاص بالكاف اللي هيتم ان شاء الله اقامته في شارع القاهره. وعايز اقول لك يعني كده ان ده المكان الكاف هو نفسه مصر جدا انه يكون متواجد فيه بالقرب من العاصمه الاداريه الجديده. هايل. نظرا لان انت عارف النقله الحضاريه الكبيره اللي بتشهدها هذه المنطقه. هايل. فتم مناقشه كل التفاصيل الخاصه بهذا الامر والارض وكل القصه بتاعت البناء والانشاءات والخاصه بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكره القدم. ممتاز. كمان دوله رئيس مجلس الوزراء استعرض واكد على دعم الحكومه المصريه لجهود القاره الافريقيه في تطوير والنهوض بكره القدم، سواء ما يتعلق منها بالمنتخبات او البطولات او بالبنيه الرياضيه او بوجه عام بشكل ومشاركات القاره الافريقيه في المناسبات القاريه والعالميه في كره القدم. ممتاز. لكن خليني اقول لك ان الاهم الحقيقه في اللقاء كانت الرسائل المهمه جدا اللي اكد عليها دوله رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور اشرف صبحي مع رئيس الكاف. ايه هي رسائل؟ كانت من اهم الرسائل يا استاذ كريم هي نظره الدوله المصريه نفسها والحكومه المصريه لمنظومه الرياضيه المصريه وخاصه ما يتعلق منها بكره القدم، واعتبار هذا الامر، وده امر اكد عليه دوله رئيس مجلس الوزراء، واعتبار هذا الامر ملف امن قومي للدوله المصريه، وان الدوله والحكومه المصريه بتقدم كل الدعم وبتكلل كل الجهود الموجوده في مصر من اجل النهوض بالمنظومه الرياضيه المصريه، سواء ما يتعلق منها بالمنافسات وتحقيق الانجازات على مستوى الاتحادات الرياضيه المختلفه وخاصه كره القدم، او كمان ما يتعلق بتوفير البنيه الرياضيه الشامله اللي اصبحت بتتمتع بها مصر. دوله رئيس مجلس الوزراء كمان استعرض امر متعلق بالبنيه الرياضيه المتطوره جدا اللي بتشهدها مصر. واكد كمان على التجارب المصريه المتميزه واللي سبق تنظيمها للبطولات الرياضيه القاريه الافريقيه والعالميه، وضرب حتى امثله ببطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم في 2019 وبطوله كاس العالم في 2020. هايل. اتكلم دوله رئيس مجلس الوزراء كمان عن طفره البنيه الرياضيه الكبيره جدا اللي بتشهدها مصر من استادات رياضيه من مدينه مصر للالعاب الاولمبيه، والحقيقه استفاض جدا في شرح مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه واللي هي منشاه على مساحه 450 فدان وفيها استاد بيسع ل 92,000 متفرج. هايل. كان لقاء الحقيقه في منتهى الاهميه جدا، وبيعكس الحقيقه دايما حته ان الدوله المصريه لا حريصه جدا على الرياده الرياضيه بوجه عام، لكن في كره القدم وتوجيه كل الدعم والرعايه الخاصه بمنظومه كره القدم المصريه والافريقيه ومن خلال الحكومه المصريه وكل المؤسسات المصريه العامله في هذا المجال. عظيم جدا، ده حاجه مفرحه جدا، واضح انه فعلا الاجتماع كان مثمر جدا. وكده كده الكاف والقاره الافريقيه تعلم جيدا ان مصر دائما هي المحطة الرئيسية لتنظيم كافة البطولات وكافة المنافسات. وفي 2019 بس بذكر السادة المشاهدين، لما لجأ الكاف إلى مصر أو حاول يبحث عن دولة تنظم كأس الأمم الأفريقية بشكل سريع، خلال 6 شهور كانت مصر تنظم هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة، بأفضل نسخة ممكنة لكأس الأمم الأفريقية يمكن على مدار تاريخ تنظيم. حقيقة طبعا، وأكمل معاك يا أستاذ كريم، لما بعدها ب3 شهور بس استضافنا كمان بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. صح. كان تنظيم مبهر، ومنتخب مصر الحقيقة يعني فرح كل جماهير الكرة المصرية. صحيح. والنهاردة بنستضيف رغم للأسف يعني طبعا خروج المنتخب المصري، لكن بنستضيف كل الفرق وبتنظيم محترم جدا. كأس الأمم الأفريقية للشباب طبعا. للشباب اللي موجود حاليا في مصر اللي فاز بالسنغال. صحيح. بص يعني عايز أقول نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية الحقيقة. إن في مسار بتعمل عليه يا أستاذ كريم وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بكرة القدم المصرية. مسار منهم متعلق إن أنت لابد ولا يمكن أن نحيد عن طريق إنك تطور كرة القدم، وإنك تدعم المنتخبات،
وتدعم كل الانديه خاصه في مشاركاتها القاريه والعالميه. لكن كمان ما ننساش ان في مسار تاني مهم جدا، وحتى وان كان المسار هذا المسار الاول وبدا اهميته، لكن لم يتحقق من خلاله المطلوب لجماهير كره القدم المصريه. لكن انت في المسار الاول انت حققت الحقيقه العالم الكامله، انت بتستضيف كل البطولات القاريه الافريقيه في كره القدم، بتستضيف بطولات العالم في كل الاتحادات وفي كل اللعبات الرياضيه على مدى من 2019 لحد النهارده. في مصر بتستضيف 296 بطوله عالميه وقاريه رسميه، بيجي على ارض مصر عشرات الالاف سنويا من الرياضيين والمشاهدين، بنحقق اكتر من 2 مليار مشاهده في البطولات اللي تم تنفيذها، ترويج كامل ودعم للسياحه المصريه. مسار الحياه مهم جدا نجحت فيه بكل اقتدار وجداره الدوله المصريه انها فعلا يكون عندها رياده قاريه وعالميه، سواء في توفير البنيه الرياضيه او في استضافتها للبطولات الرياضيه القاريه والعالميه. صحيح. طيب عايز اسالك يا فندم عن اجتماع اخر جمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع الاتحاد المصري لكره القدم، ماذا عن تفاصيل هذا الاجتماع؟ هذا اجتماع مع الاتحاد المصري لكره القدم كان حريص عليه جدا الدكتور اشرف صبحي، وتحدث فيه عن نقطتين في غايه الاهميه. النقطه الاولانيه متعلقه بالمنتخب الوطني لكره القدم ومشاركاته خلال الفتره الجايه، وتحديدا مبارياته مع المنتخب ملاوي خلال الفتره اللي جايه، واتكلم كمان عن المنتخب الاولمبي والمباراتين الذهاب والاياب بتاع مباراتين بتوع زامبيا. الوزير الحقيقه شدد جدا وتحدث عن ان اهميه منظومه الرياضه في مصر، لكن تظل كره القدم هي الساحره اللي بيلتف حواليها ملايين من ابناء الشعب المصري. صحيح. وخليني اقول لحضرتك على الهواء كده ان الوزير شدد جدا انه اصبح من غير المقبول تماما ان يتكرر اي تجربه فشل بشكل او باخر في اي من المنتخبات المصريه الرسميه. هايل. وان جماهير كره القدم المصريه، وهذا الكلام يعني معالي الوزير قاله صراحه للاتحاد المصري لكره القدم، لن تتقبل باي شكل من الاشكال اي اخفاق اخر. هايل. يعني انت ممكن يكون عندك، خلي بالك احنا مؤمنين جدا ومعتقدين تماما ان كره القدم بالتاكيد فيها فوز وفيها خساره. صح. لكن في النهايه جمهور كره القدم من المصريين عارف كويس جدا ان انت هذه الهزيمه وهذا الفوز انت اديت كل اللي عليك ولا لا، او في كان في تقصير او كذا. صحيح. هنا كان لازم الوزير تدخل بقوه جدا وشدد ان لازم احنا كدوله مصريه كحكومه كوزاره الشباب والرياضه هنوفر كل الامكانيات الممكنه. صح. هندبر كل الاحتياجات الخاصه بالمنتخبات المصريه، لكن على الجميع انه يتحمل مسؤولياته، على الجميع انه يقف صفا واحدا خلف المنتخبين، المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي خلال الفتره المقبله. تاكيدا على ان لن يقبل بشكل او باخر فشل او اخفاق او بشكل او باخر جماهير كره القدم المصريه تكون غير راضيه عن الاداء خلال الفتره المقبله. هايل. تاكيد عندنا شهر مارس مباريات في غايه الاهميه. وزير اكد عن ان سواء مباراه المنتخب الاول على استاد القاهره او المنتخب الاولمبي على الدفاع الجوي، احنا هنوفر كل الامكانيات، كل الاحتياجات كدوله مصريه بنوفرها للمنتخبين. لكن كمان سواء في المباريات الذهاب او العوده لابد ان الاتحاد المصري لكره القدم بكل مفرداته وبكل الجهاز الفني الاداري الكذا، كل الناس لازم تأدي دورها على اكمل ما يمكن وبذل كل الجهد الممكن حتى لا يحدث اي شيء اخر لا يرضى عنه جماهير كره القدم المصريه. بالتاكيد. استاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.